السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان نعرف طريقة عمل غربال للسماد البلدي أو للتربة الزراعية زي ده، تابعوني بعد الفاصل. هنعيد عمل الغربال بتاع السماد من اول وجديد، تمام؟ لان احنا صورنا الفيديو واحنا بنعمله من البدايه، لكن الموبايل فصل شحن والفيديو ما تسيبش، فحصل خير الحمد لله. هنعيد دلوقتي شرحه والنظر على الخشب وهنقول احنا عملنا ايه بالظبط. هو ده اخر حاجه احنا كنا وصلنا لها، طبعا احنا لسه ما كملناش. الغربال ده فكرته ان هو هيتربط في الحيطه، وهيعرف طبعا بعد كده ازاي يتربط في الحيطه، تمام؟ وفكرته اللي هو هز بالشكل ده بين الايد والحيطه، دي فكره عمل الغبار. طبعا هو لسه ما كملش لحد دلوقتي، انما احنا بدانا نعمله ازاي. احنا جبنا خشب، قطعتين خشب طوال بالشكل ده 120 سنتي كويس، وقطعتين خشب تانيين اللي هم دول طولهم الواحده 80 سنتي ودي 80 سنتي، وبدأنا ان احنا نسمرهم في بعض بالشكل ده برواز. الاثنين دول من تحت متسمرين في دي وفي دي، طبعا احنا سمرنا دي في اللي تحت في الاثنين اللي تحت، ودي كده في الاثنين اللي تحت كويس، عشان نشد السلك بتاع الغربال. طبعا السلك ايه، لا هو ضيق ولا هو واسع، عشان هو بس يشيل من عندي الريش ويشيل من عند اي مثلا ورقه اي حاجه اي زلطه، تمام؟ مش عايزينها، فاحنا جايبينه السلك له ضيق وله واسع بالشكل ده. متر السلك ده عامل 35 جنيه عرض متر، انا جايب نص متر الغربال ده ب 17 جنيه ونص بالظبط. عشان اشد السلك وعشان ما يبقاش متني مني، فروحت قايس المسافه بين القطعتين اللي بالعرض دول والمسافه بين القطعتين نفسهم من الناحيه الثانيه، تمام؟ طوله 40 سنتي الصف بتاعهم، رحت جايب 40 سنتي و 40 سنتي، ورحت مدققهم فوق الاثنين الطوال من النص على شدة واحدة، ما يبقاش نازل مني وطالع، عشان يبقى مظبوط، تمام؟ بالشكل كده هنا كده هنلاقي دي قطعة الخشب اللي هي الأصلية الطويلة 120 سنتي اللي قلنا عليها، وهنلاقي اللي مدقوقة فيها دي من هنا بعد اللي بالعرض دي من هنا لهنا، دي قطعة خشب 40 سنتي، وبرده زيها الناحية التانية قطعة خشب 40 سنتي. كبيت السلك على الغربال كله من الناحية دي ودقيته، والباقي بقية عرض المتر احنا قلنا ان احنا جايبين عرض متر، العرض بتاعه اللي احنا مشغلين عليه 80، فانا باقي عندي 10 سنتي و10 سنتي، ال 10 سنتي تنيتها من هنا وتنيتها من هنا، علشان برده يبقى مدي للغربال عادي. لسه هنبدا ان احنا نعمل له الجوانب بتاعته، علشان لما نحط السباخ هنا او السماد اللي احنا هنجربله التراب او اي حاجه هنجربلها محتاجين ان احنا نجربلها ما يقعش من الجناب. طيب احنا بعد ما قلنا البرواز بيتعمل ازاي، احنا المفروض دلوقتي ان احنا زي ما اتكلمنا هنعمل المحيط بتاع البرواز اللي هو بتاع الغربال، اللي هو هيبقى جزء منه بالشكل ده الظهر بتاعه، على اساس ان واحنا بنغربل السماد او التراب التربه يعني ما يقعش من الجناب او من قدام او من ورا. فهو القصه هتبقى عباره عن الفكره بتاعتها عباره عن ايه، اربع خشبات اتنين قد بعض واتنين قد بعض، دي قد دي تمام، ودي قد دي، هيعملوا برواز بالشكل ده اللي هم بالعرض، تمام؟ ودي خشبه ودي خشبه قدها اللي هي هتكون هنا، تكون هنا بالشكل ده، تكونوا هنا بالجنب بالشكل ده، you
ده الجزء الاول زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ثلاثة التانيين الباقيين زيه بالظبط نفس الفكرة. الجنب الثاني كده يبقى انا كده عملت جنبين، الجنب ده الجنب ده. كده الجزء الثالث نجيب اخر حتة هي بالشكل ده. هنثبت المسمارين اللي هما المسامير هتبقى بالشكل ده، دي المسامير اللي احنا هنثبتها، اللي هنثبت منها الغربال في الحيطة في الجدار، هيبقى اتنين من دول هنا في البرواز واتنين في الجدار. كويس، هناخدهم في النص بالظبط، يبقى انا هاجي هنا النص بتاعي تقريبا 7 سم ونص بالشكل ده، ونص دي كده 4 سم ونص هنا، ونفس الوضع هنا بالمنظر ده. تمام، بالمنظر ده نبدأ نثبت المسامير. ثبت من عندك عشان كده المسمار الاول، مسمار ثاني ان شاء الله بقى لما نعلقه في الحيطه نشغله ونبقى نجربه مع بعض. طبعا بعد ما خلصنا ده احنا دلوقتي هنحاول ان احنا ننضفه على قد ما نقدر. تمام، بالفرشه دي يعني على قدر المستطاع ان احنا ننضف حتى مكان ماسك الايد يعني. منظر الفرشة
الخشب بعد ما نضفناه. طبعا هو كده احسن من الاول بنسبه كبيره جدا. يعني هي الفكره كلها ان احنا بس نبقى شغالين بحاجه نظيفه وما فيهاش رايش، زائد ان المسامير اللي هي مكان الدق بيبقى طالع سن مسامير، فاحنا بناكله بالفرشه دي. ده الجزء اللي احنا هنمسك منه اللي انا لسه عامله بالفرشه دلوقتي. طبعا اتنعم، كان في رايش خشب ممكن يعور الايد او يدخل في الصوابع وكده، فاحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نطير الرايش ده من ناحية التحت. احنا هنقيس المسافة بين المسمارين دول عشان ناخد المسافة زيهم بالظبط بين ناخدهم على الجدار هناك، يعني اللي احنا هنعلق فيه. فالمسافة هنا بالظبط بين المسمارين 70 سنتي، فهناخد نفس ال 70 سنتي على الجدار هناك عشان الشغل يبقى مظبوط. يعني احنا قلنا ان احنا خدنا 70 سنتي اللي هي المسافة بين المسمارين، هناخد زيها بالظبط هنا على الجدار. تعبس كده تمام، هنا 70 سنتي وهنا 70 سنتي. هنعمل اول تجربة. ده طبعا هنحتاج منه زي كده مثلا، الحتة اللي زي دي نضيفة، لو فيها ريشة ولا حاجة نشيلها نضيفة نحطها تحت تمام. اللي زي دي برضو نضيفة. الحاجة اللي احنا محتاجينها اللي تنفع معانا كسماد عضوي ناخدها معانا. طبعا حاجه زي كده اهي، دي الحاجات اللي احنا مش عايزينها. طوب مكسر كده خلاص. الحاجه دي ده اللي احنا عايزين نرميه. لما جربنا الجزء ده حبينا نرمي اللي هو اللي باقي في الغربال، فلقينا ان في مشكله لان المسامير اللي احنا كنا عاملينها اللي هي المسامير اللي هي المدوره الحلقة، وطبعا مش هنعرف نفك الغربال.
ففكرنا في ايه، ان احنا شلنا المسامير الحلقة واستعضنا عنها المسامير الزاوية اللي هي دي، تمام، اللي هي دي، لو باين اوسع كده النور، ايوه اللي هي دي كده المسامير دي. فشلنا المسمارين الحلقات وركبنا اللي هي الحلقة اللي كانت زي دي، اللي كانت في الجدار زي دي، تمام. وعقدنا الخيط او الحبل اللي احنا رابطين بيه عقدة زي دي كده، تمام، اللي هي العقدة دي، كويس، طبعا جامدة، والاتنين طول بعض، دي ودي طول بعض، ونركبهم بالشكل ده لما نيجي الغربل، كويس. ولما نحب ان احنا نفضي الغربال، كل الموضوع ان احنا نروح شايلين دي وشايلين دي، كويس، ونروح لفوق نفضي الغربال ونجيبه تاني. بس دي ملحوظة حبيت ان انا اعرفكم بيها، لان دي مشكلة واجهتني واحنا بعد ما خلصنا غربلة. هنا خلاص بننظف وبنشيل الحاجة اللي هي اللي اتغربلت، وبنعبيها في صفايح اللي هي السماد اللي هو النظيف، وبنفضيها فيه. ودي كانت طريقة عمل الغربال، واتمنى ان اكون اتوفقت في توضيح طريقة عمله لحضراتكم. ولو في اي اسئلة واستفسارات اكتبوها حضراتكم في التعليقات، وان شاء الله اجاوب عليها بسرعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.